سورة وتذكار قبل الإفطار. أحمد أمغار، أهل الريف وطنيون بالفطرة. الرفيق وصديق أحمد أمغار رحمه الله كان شجاعا ولا يخاف في الدفاع عن موقفه لومة لائم، وهو من المناضلين الذين تركوا بصمات بارزة في مشهد النضال الشبابي والتلاميذ والطلاب منذ أيام بروز الجبهويين والنضال اليساري الثوري خلال سبعينيات القرن الماضي، وصولا إلى مرحلة النضال الديمقراطي وإلى آخر يوم من حياته رحمه الله. عديدة هي المواقف المبدئية والرجولية التي وقف فيها أحمد أمغار، سواء في حياته الشخصية أو في محطات الممارسة السياسية، ضد المخازن وأرانب قلبها من الصغار والعبثيين، وضد طيارة الوقت. الله أنصر من أصبح. طبعا كنا نختلف في أشياء ونتفق في أخرى، لكن أبدا لم يفقد أحمد أمغار لباقته ومبدأيته وشهامته وفي أحلك الظروف والأحوال. والحوار هذا مجرد نموذج من المواقف المميزة للراحل أحمد أمغار رحمه الله. سؤال: هل تعتقد أن التغلغل الإسباني القوي بالريف أضحى وضعا مقلقا ويمكن أن يجعل من الريف تحديا يتقاطع مع تحدي الصحراء؟ الجواب: لا أعتقد أن هناك تغلغلا إسبانيا بالريف، فأهل الريف وطنيون بالفطرة، ولا يمكن أن يكونوا في يوم من الأيام عملاء لمن كانوا يتباهون برؤوسهم المقطوعة في شوارع مليلية، ومن كانوا يلقون عليهم بالقنابل الكيماوية، ومن لا يزالون ينظرون إليهم نظرة استصغار واحتقار. صحيح هناك علاقات حميمية وصداقات عميقة تربط كثيرا من الريفيين بكثير من المواطنين الإسبان، لكن مثل هذه العلاقة لها طابع إنساني ولا تدعو إلى القلق، وتختلف كثيرا عن علاقات بعض الصحراويين الذين اشتبك معهم الريفيون في كثير من المناسبات لأسباب تتعلق بالموقف الوطني. أحمد أمغار في حوار شامل أجرته معه أسبوعية الحياة عدد 126 بتاريخ 10 أبريل 2011، بقلم الأستاذ أحمد البلعيشي.